النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. استقطب مجلس التنمية الاقتصادية استثمارات مبدئية بأكثر من 16 مليون دولار من شركات بوليماتيك التي تخطط لتأسيس مصنع للموصلات الإلكترونية في منطقة الحد الصناعية. وجاء الإعلان ضمن الزيارة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية إلى جمهورية الهند. من جانبها أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن المجلس يرحب بشركة بوليماتيك لتنضم إلى عدد من الشركات في القطاعات المتنوعة ضمن بيئة البحرين المواتية للأعمال، إذ تواصل البحرين جهودها لتحقيق رؤيتها نحو تطوير اقتصاد ذكي يركز على التحول الرقمي. هذا وسيقوم مصنع بوليماتيك في البحرين بإنتاج مكونات أساسية لشبكات الجيل الخامس والسادس، مما يضع البحرين كلاعب رئيسي في سلسلة القيمة العالمية للموصلات الإلكترونية. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تخطيط الإصدار رقم 2034 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية والتي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 18 من شهر سبتمبر الجاري وتنتهي في 18 من شهر ديسمبر 2024. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6%، علما بأنه قد تم تخطيط الإصدار بنسبة 140%. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلن خليجي بنك أحد البنوك الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين عن فوز منصته المصرفية الرقمية المبتكرة وتطبيق الهاتف المحمول حفيز المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المصرفية للشركات بجائزة أفضل تطبيق للخدمات البنكية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، والمقدمة من مجلة الأعمال الدولية IBM. وتجسد هذه الجائزة التزام خليجي بتوفير حلول بنكية رقمية مبتكرة وسهلة الاستخدام لعملائه من الشركات. بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على تراجع يوم الاثنين، وهو أسبوع حافل بصدور بيانات اقتصادية وقرارات للسياسة النقدية، ما دفع المستثمرين للتوخي الحذر قبل بدء دورة تيسير نقدي متوقعة من مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.03% في ظل تراجع كل الأسواق الأوروبية الكبرى وانخفاض أغلب القطاعات الفرعية المدرجة على المؤشر. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.